السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحه لاباس بخير هنيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم راه غنشارك معكم واحد الحليوه اقتصاديه يا مشاهدين. انتينا عندي جوج ديال الطويصات ديال الزبده، هاد الماركه هادي غنديرهم. انا غنديرهم بجوج، جوج يمكن فيه نص كيلو هادشي لي زين. عندي السكر ديال سكر كلاصي، انا نغربلو كيكون فيه واحد الحبيبات، ما كيبغي تكور لي شي مع الزبده. انا غنغربلو بحال هكا، غادي نص كاس انتي. عندي كاس ديال النشا، انتي عندي قبيصة د الملحة. دابا ناخد هاد السكر مع الزبدة، هاد النشا كي الحلوة كتجي شيشة، كتجي زوينة تبارك الله. هانتوما هانتي عندي جوج كيسان ديال الفاني، كاس ديال الزيت، نتاعي الخدمة كان مزيان تدوني بحال الطومادة. ندير واحد المعلقة ديال الكوفيتير،
درتي كبقى واحد شويه ديال الفريس ما درتو هنا عندي جوج بيضات هانتي شوفي كيفاش رجعت هادي شويه ديال الكركم طحن مزيان هانتوما الخليط ديالي كيفاش رجع عندي الخميرة بجوج هنا كنقول لكم الطريقة ديالها من الأول المقادير ديالها كامل هانتي عندي الطحين مغربل كان عندي مسمد انايا خاصة شوية هنا بقى خفيفة شوية نزيد الطحين هنا
العجينه ديالي راه ما قاصحاش. دابا انا غادي نرجع معكم ان شاء الله خويا غير الطابله باش نحط ونرجع معكم. نسينا هذه كنكورها بحال هكا. نتينا كل واحد الطريقه ديالو اللي بغى يديرها صغيره ولا كبيره. نتينا اللي بغى يصغرها اللي بغى يخليها هكا يخليها. انا غنديرها بحال هكا. نتينا عندي النسكافيه هنايا واحد القطيره الخل. هذه الحلوه كتجي وزار تبارك الله كتجي رائعه مع كويس د اتاي ولا كويس ديال القهوه. وهادشي اللي عطى الله للمشاهدين كنشارك معكم هادشي اللي كندير معكم غير خطيكم عليا. نتينا عندي المشويه ديال البيض مع السكافيه الفران انا عندي شعلتو يسخن. نتينا ندعو شويه كيجي عندي واحد المنيطر زوين. نشارك معكم عاوتاني غندير عاوتاني شكيه اخر وهي عجينه وحده ما غندير بها شكيه اخر. نتمنى تشاركوا في القناه ديالي تفعلوا الجرس يا المشاهدين ودخلوا عندي ومرحبا بكم عندي اللي دخل عندي جديد كامل مرحبا بكم كنرحب بكم وكنفرح بكم بزاف. تشتركوا معايا عفوا والله الا كنفرح. تفرجوا في الفيديو حتى يتسالى مرة كنت تفرج فيكم وكنت اشترك معكم في القناة. نكمل ورجع معاكم. هانتينا دابا انا وجدتها غنديرها في الفران. هانتينا طلقتها بحال هكا انا ما طلقتهاش معاكم غنعطيكم الطريقه. هانتي كنزلها بحال هكا هي كتجي شي تبارك الله جات غزاله واخا ملي كنجي نهزها والله ما كتهز جات هشيشه بزاف. ها
هذيك اللي ديك المشيه تبارك الله زهال. لا ما نشكرها لكم انا جات غزاله جربوها. دابا انا نطلق الاخرى ورجع معاكم عاد. هانتي هذا الشكل هذا انا درت له بحال هكا في الكاوكاو. هانتي جا غزال تبارك الله شي بنيون هاهي لا تجي غزال. هاد الحلوة وساهلة مفيها شي مقادير بزاف دغيا كتوجد عاد. هذا دوز اتاي بنادم يدير حاجه بحال هكا في الدار ديالو احسن يشريها والله العظيم. هو كنشارك معكم هاد الشكيلات بحال هكا. ايوا نتمنى يعجبكم هادشي اللي كندير معكم. الله يهديك اللي حشمنا معكم المشاهدين ديالي. نتمنى لكم الخير ونتمنى لكم التيسير ونتمنى لكم اللي كتمناوه الله يلحقكم به. هادشي ما كنقول هانتي ملي كنقرص العجينة كنطبقها وكندهنها بالبياض البيض على وجهها وكندلدل عليها شوية ديال الكاوكاو وهاو كنعدلها. واخا هي كتفرتت هكا كن هكا كندحسو بها باش كنقرصوها. كنقرصها بحال هكا واخا كنديرها المدلك. انا كيعجبني نقرص بيدي هكا. نقدم مزيان بحال هكا ما كنرققاش بزاف ما كنخليهاش غليظه بزاف. ايوا بحال هكا كنديرها كتجي شغيطه بزاف فاش كتجي شويه فيها ماي. كندهن بعد ديال البيض باش كتجي ساهلة باش كتلصق فيها هاد الكاوكاو. هانتي كنديرها هاكا كنتبتو هاكا كنتبتو فيها الكاين كتجي غزالة كتجي هكا كتجي ساهلة حسن ما تبقى مقطعة عاد نبقى نديرو هكا كيجيني ساهل. كتجي فنة تبارك الله نتمنى تعجبكم هاد الطريفات هكا كنحيدم. تجي بحال هكا ويدي عامر بالكاوكاو ها دابا ما نخليها حتى نخوي اللاطا نخوي اللاطا باش نديرها فيها ورجع معكم ان شاء الله. هانتي هنا كندير لها بحال هكا هانتي
حدايا هكا. ساهلة الطريقة ديالها ساهلة، كتعود واجدة عرفتي، ناقصك تعود تحاول معاها تهزها بشوية وديرها في اللاطة، أنا نشوف اللاطة الأخرى واش وجدت ورجع معاها. عرفتي ناها هادي تحمرت، عرفتي قلت على عين حرقة، شوفي كيفاش كتجي، كتجي غزالة كتجي شيشة. ها انتما الويطة ديالي الثانية، وانا غادي نمشي الفران ونرجع معاكم. ها انتما الحلوة ديالي وجدت تاهي المشاهدين ديالي، ها هي طابت دابا انا غنستفها هنا ف انتينا دابا انا غنستفها هنا في الطبسيل، جات مقرملة غزالة وجات حشيشة، نتمنى تجربوها. ندير هاد البعدة من تحت، بارطاجيو الفيديو يا المشاهدين وديروا لي جيم وفعلوا الجرس باش يطلع لكم الجديد ديالي يا المشاهدين ديالي، الله يخطيكم عليا. نتمنى تكونوا على خير وبخير، نتينا الويطة الأخرى تاهي طابت. حق عندي هاد الفران ديال الغاز وهي كيحمر، إلا غفلتي عليه هي الحلوة ديالي. جربوها وما تندموش عليها، ردوا عليا في التعاليق يا المشاهدين. هانتينا هادي تحمرت لي شوية، حق جات مقرملة جات غزالة، هانتوما جات فينا تبارك الله، شوف جات كتحدد ها. إلا جات كتحدد جات فينا تبارك الله جات غزالة. هادي هي شوفي كي جات، هادي جات غزالة تبارك الله تاهي حمرا، جات حشيشة جات غزالة تاهي شوفي.
تجيش كتذوب. نقرملهم قرمشه وجات غزاله كتحمر جات تبارك الله فنه. يلا هذا الفيديو ديالي اللي شاركت معكم اليوم يا المشاهدين، كنتمنى لكم الخير وكنتمنى لكم التيسير، الله يسهل عليكم وديروا لي جيم وبارطاجوا الفيديو باش يخطيكم عليا المشاهدين ديالي. يلا يا الحادقات تعكزوا شي وديروا دوازاتي يجي غزال تبارك الله. يلا خليتكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.